ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ودلوقتي هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو ازاي العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات اللي بتتنفذ دلوقتي عملت جذب للمستثمرين العرب والأجانب، وكمان هنعرف ازاي المستثمرين بره شايفين السوق العقاري عندنا في مصر. مع ضيفي المهندس سالم السوديس، عضو مجلس إدارة شركة التعمير العربية وممثل للاستثمار السعودي. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. خليني أرحب بحضرتك في البداية، يعني أنت منورنا النهاردة في تعمير، وأكيد هنستفاد كتير جدا في الحلقة دي. تسلمي، وأنا سعيد أني موجود معك في برنامجك المميز. بداية اسمحي لي، بحكم مناسبة موجودة عزيزة علينا في السعودية صادفت الجمعة الماضية وهو اليوم الوطني، أن أهني القيادة السعودية وإلى مقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين بمناسبة اليوم الوطني 92، وللشعب السعودي، وأتمنى الله أنه يديم الأمن والأمان على السعودية وعلى مصر قيادة وشعبا. أمين يا رب العالمين. إحنا كمان بنهنيهم من خلال برنامجنا. وخلينا نبدأ كلامنا النهاردة، يعني شايف النهضة العمرانية اللي حاصلة في مصر دلوقتي، يعني المستثمرين العرب شايفينها إزاي؟ حقيقة مصر بحضورها وبوجودها الإقليمي على جميع المستويات لها تأثير كبير، وخاصة في مجال الاستثمار. خطت خطوات كبيرة مصر في المرحلة الماضية في تطوير الاستثمار العقاري وبإعلانها عن مدن جديدة، جعلت جميع المستثمرين في المنطقة وخاصة في السعودية أنهم ينظروا لها كفرصة استثمارية قوية، والتوجه لها في عدة مجالات سواء الصناعي أو الزراعي أو التطوير العقاري. باشمهندس، قل لي يعني إيه أكتر حاجة المستثمر بيدور عليها قبل ما يستثمر في بلد تاني؟ حقيقة فيه عدة عناصر مهمة، ولكن كمستثمر سواء اللي بيستثمر خارج بلده، في أمر مهم جدا اللي هو الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني. طبعا دي أهم حاجة. أهم حاجة. واللي ينظر للمنطقة يرى تجارب مريرة للمستثمرين كانت استثماراتهم برؤوس أموال كبيرة، ونتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي والأمني تكبدوا خسائر. ولله الحمد مصر في ظل الظروف اللي تمر بالمنطقة وتعصب المنطقة اللي نشوفها أمامنا، مصر بلد الأمن والأمان، الأمان لله الحمد مستقرة، وهذا انعكس علينا كمستثمرين. وأيضا نقطة مهمة يمكن سمعناها بها في الآونة الأخيرة، الدخول صندوق الاستثمارات السعودي بضخمة، يعني أموال ضخمة، مشاريع ضخمة في السوق المصري، وهذا أكبر عامل يدي أمان أو ضمان للمستثمر الخارجي، وخاصة في منطقة الخليج. بما أن حكومة وصندوق بحجم صندوق الاستثمارات يستثمر في مصر، هذا أهم عامل أمان، أنه البلد لله الحمد في أمان ومن أمان لأمان إن شاء الله. أيضا في قسم آخر اللي هو التنظيمات والتشريعات والحوافز، كما ذكرت سابقا أنه الحكومة أخذت عملت نقلات نوعية في موضوع التنظيمات، جعلت المستثمر يشعر بارتياح أنه جميع ما يقوم به من أعمال وما يربطه بتنظيمات مسهلة، سهلة جدا، واختصار الوقت، لأنه الاستثمار هو رأس مال ووقت، فمتى ما كان الوقت يعني يستهلك أصبح يكون سلبي على رأس المال حتى ولو ما كانت منظورة في جميع الاستثمارات. نعم، جميع القطاعات. طب خلينا نتكلم بالأخص في العاصمة الإدارية الجديدة، شايف البنية التحتية الذكية اللي يعني تم تنفيذها أو بيتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة تجذب المستثمرين للعاصمة الإدارية؟ رؤيتك ليها إيه؟ الفكر اللي انطلقت به العاصمة الإدارية، وأعتقد المدن الجديدة، ولكن العاصمة الإدارية كان لها الباع الأكبر في الموضوع هذا، لمسناه من المشرفين على مشاريع العاصمة الإدارية، تبني الاستدامة، استدامة المدن، وجعلهم يعني يستوردون أو يستخدمون تقنيات تحقق المدن المستديمة اللي بدورها تقلل الهدر في الطاقة والمياه والموارد الأخرى،
اللي هي أصبح الآن هاجس اقتصادي للمستثمرين تكاليف الطاقة. التوجهات الآن الطاقات البديلة، أي مطور يقول أنا بأوفر الأمور هذه، نعم، ولكن هي عائدها كبير على المستخدم النهائي، لأن هي ليها تكلفة في بداية البناء، نعم، بس بعد كده بتوفر على المستوى على اللونج تيرم فيها توفير سواء علي أنا أو على المستخدم النهائي. فالعاصمة في البنية التحتية الذكية تشرط عليك، ومن شروط خروج الرخصة أنه يكون يعني مطبق التشريعات الاستدامة والتشريعات دي. أي نعم. ايه اكبر تحدي كنت قلقان منه قبل ما تيجي تستثمر في مصر؟ ذكرت لك نقطة مهمة اولا، انه الاستقرار والله الحمد موجود في مصر، وهذا يعتبر القاعدة اللي انطلقنا منها. الاستقرار هذا انبنى على تشريعات جديدة عملتها الحكومة المصرية، واكون يعني واضح اكثر انه حركة رأس المال أصبحت سهلة هنا في مصر من مشروع إلى مشروع. أيضا تحقيق العوائد النتيجة لتحرك رأس المال أصبحت مجدية للمستثمر، فاللي هو الاقتصاد الحر نقول. الحكومة المصرية تطبق الاقتصاد الحر بكل معانيه، جعلتنا إحنا كمستثمرين نخص سعوديين أو خليجيين ننطلق وننوع سلتنا الاقتصادية المحلية إلى إقليمية، وهي مصر بما نراه من توجهات جادة حقيقة أصبحت جاذبة لنا بقوة. الاستثمار أو التعاون المصري السعودي تعاون قديم جدا من زمان، صح؟ نعم، أكيد العلاقة التاريخية الموجودة بين الشعبين السعودي والمصري وطيدة، ورسختها الحكومتين السعودية على مر العصور. إزاي بتسوقوا العاصمة الإدارية الجديدة في السعودية؟ والله ما شاء الله العاصمة الإدارية هي مسوقة نفسها. العاصمة الإدارية خلقت ثورة في التطوير العقاري. شركة العاصمة الإدارية تعتبر من أكبر شركات التطوير في العالم. يعني نقدر نقول ان صيت العاصمه الاداريه الجديده في الدول العربيه بره ده يعني بيحقق تصدير العقار؟ اكيد، وخاصه ذكرت انا انه العاصمه الاداريه متبناه من اعلى الهرم من سياده الرئيس، وبالتالي هذا دعمها وعمل لها حمله اعلاميه قويه، جعلت الحكومات قبل القطاع الخاص يبحث عن الاستثمار فيها، غير أنها مدينة جديدة لكن موقعها الجغرافي، سهولة الوصول لها، الشبكة الضخمة من المواصلات والطرق المعمولة حاليا ونشوفها كل يوم، شيء مهول. هذه احنا كمستثمرين نراها فرصة من ذهب صراحة. باشمهندس، قبل الحلقة قلت لي انك رحت العالمين الجديدة ويعني عجبتك وكنت منبهر بها جدا، احكي لنا عن التجربة دي. والله احنا رحنا لها كفضول نسمع عن العالمين، مدينة العالمين، وطلعنا ومعنا شركائنا المصريين ممثلة في المهندس مرزوق منصور، وطلعنا على صراحة سرعة الإنجاز الرهيبة والتطوير الجميل الحديث، وعلاقة المباني بالبحر وبالأحياء السكنية الموجودة، وكان لقاء صراحة مع الأبراج الشاطئية طبعا. أي جميلة جدا. حضرتك لما رحت كانت نفس الصورة اللي أنت كنت تسمعها ولا؟ حقيقة ما كنا متوقعين، يعني تفاجأنا باللي شفناه، وهذا كان دافع لنا أن نبحث عن فرص استثمارية هناك، وفعلا لدينا يعني مواقع مطروحة الآن للاستثمار فيها، وكإدارة ومجلس إدارة عندنا ندرس إمكانية أنه دخولها والاستفادة من هذه الفرص. باشمهندس، احنا كمان فخورين ان حضراتكم متواجدين النهاردة بتستثمروا في مصر، وان انا اسمع من حضرتك انك بتقولي فرص استثمارية، وخليني اشكرك وان شاء الله يعني نبقى متواجدين معاك ونتكلم معاك تاني مرة تانية في تعمير. بشكرك. انا اشكرك وسعيد اني موجود هنا، وان شاء الله انه يكون بنا لقاء في مشاريعنا في مراحلها النهائية ان شاء الله، واشكرك شكرا جزيلا بالتوفيق في الاستثمار في مصر. بشكرك جدا. شكرا لك.